الحقي ماما. رايك ده اتصدم يعني اتخض رايك حلو قوي شبك ولا شبك جدا بجد؟ اه فرقتك؟ شعرك؟ بس ايه انا مظبط لك شعرك وعامل لك تيشيرت وبتاع ومظبطك صح؟ والله يصفق شبهه؟ جدا هو عمر في الصورة اسمه عمر؟ اه ما شاء الله عندك كام سنة يا عمر؟ تسعة سنين؟ ما شاء الله بص كده الكاميرا شبك ولا بس شايفك فرحان كده بجد يا عمر والله عظيم والله يعني انت شفتك كده قاعد زي القمر كده فقلت اعمل لك حاجه تفرحك يعني شكرا ربنا يخليك يا عمر بس انت بترسم بقالك قد ايه؟ بقالي قد ايه؟ لا برسم من زمان قوي يا عمر والله برسم من وانا قدك كده هو انا لو اديتك صوره تعرف ترسمها؟ اكيد طبعا هعرف ارسمها اه بس صوره مين بقى؟ واحده صاحبتي في الكلاس هو ده بجد اللي سمعته؟ بتتكلم بجد؟ يعني لو قلت هيقول لي صوره ماما صوره تيتا بابا يعني اي حاجه يعني صاحبتك اللي هو يعني اصحاب عادي ولا بتحبها وكده؟ حاجه زي كده بتحبها؟ يا عمر بتحبها ولا حاجه زي كده؟ لا بحبها يعني بجد والله يعني طب هي اصلا اسمها ايه صاحبتك دي؟ كان هسلم البنت على الهواء كان هسلمها يعني طب اول حرف اسمها ايه طيب؟ ايه؟ ب ب بسمة؟ ما اقعدش كده خلاص طب يعني انت عاوز ترسمها ليه طيب قول لي عايز تقول ايه؟ عشان مزعلها مزعلها ازاي بقى عملت ايه؟ انا في الكلاس واحدة كانت قاعدة جنبي وهي شفت وزعلت مني عشان خاطر خنتها يعني هو مش فاهم يعني خنتها عشان عشان خاطر شايفها لك قاعده مع واحده غيرها فزعلت منك صح؟ يا عمر ده انا عندي حاجه و30 سنه يا عمر وسنجل انت مرتبط وبتخون كمان يا نمسا امال لما تكبر تعمل فينا ايه؟ طب انت حاولت تصلحها طيب ولا حاجه ولا ما حاولتش؟ اه بس هي ما رضتش طب انت حاولت مثلا حاولت عملت مجهود ولا حاولت مره وخلاص؟ لا عملت مجهود عملت مجهود بجد وهي برده مش راضيه؟ هي عندها كام سنه زي قدك برده؟ اه ونكديه ومن دلوقتي انا اسف والله مش قصدي هو بجد هو عنده كام سنه؟ وهي تسعه برده برده تسعه؟ ما شاء الله عليك طب يا عمر يعني انا يعني انا عملت لك الصوره دي انت هتعمل ايه؟ هتروح مثلا تديها لها مثلا ازاي يعني هتقول لها ايه وانت بتديها لها؟ اتفضلي ايه؟ دي ديتك دي ديتك بس كده مش تنزع ركبتك وتقول لها مش عارف ايه وكده ايه اللي لا ما تنزل كده ركبتك وقول لها اسف وسامحيني وبتاع وكده لا وخلاص كده ايه يا عمر التقل ده يا عمر مش كده يا عمر ولكن كلمتين حلوين يا جدع مش كده انا مش كده كده طب انت قول لها كلمه في الكاميرا طبعا عشان تصلحك لا قول لها سامحيني سامحيني بجد ربنا يخلي لك يا فندم والله بجد واشوفه كده يا رب عريس قد الدنيا كده بالبيه و وترسم بقى صوره فرح اسم فرح بجد بجد انا فرحتكم والله حتى بحاجه صغيره بجد وانا عملت معايا في العربيه برواز رحت لك في الرسمه واجيب لك على طول ماشي يا عم فالنتينو يا كريم انت امال ده لما اكبر اعمل ايه ده والله انت دلوقتي يا عمر وصاحب وبتاع وبتخونها ومش عارف ايه ماشي اه بحبك يا بيه لا بجد يا بيه بحبك ربنا يخليك يا رب ان شاء الله ربنا يخليك ميرسي جدا ليك يا رب حضرتك البرنامج بجيبك على طول ماشي شكرا ميرسي جدا